نعم عميد، ابقى معنا الآن نبيل أبو رداني الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية. سيد نبيل، إعلان تأجيل الانتخابات استند كما هو واضح لتعذر إجرائها في القدس كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن أليس هذا نوعا يعني من التسليم بالأمر الواقع، بالتالي التسليم بإرادة الاحتلال وأيضا حقه في اتخاذ فيتو بأمر فلسطيني؟ ليست الأمور بهذه الطريقة. أن صفقة القرن تريد أن تعطي إسرائيل القدس، وهذا لن نقبل به. من يريد أن يوافق على انتخابات دون القدس يكون قد وافق على صفقة القرن، وهذا أمر لن نسمح به ولن يجوز. إسرائيل مستمرة في عدوانها، وهنالك عملية تضليل، وللأسف الشديد هناك الكثير الذي وقع بالفخ الإسرائيلي. بعض وسائل الإعلام وبعض الجهات التي تعمل على الساحة بتوجيهات وأجندات أجنبية، مطلوب منا هل نقبل أن نجري انتخابات دون القدس؟ هذا هو السؤال. في الحقيقة هناك من أجاب سيد أبو رداني، هل يجوز أن نتنازل عن حقنا في القدس؟ هناك قوى وفصائل فلسطينية وكتل انتخابية في الحقيقة اقترحت مواجهة هذا التعطيل الإسرائيلي والمواجهة قائمة. بمعركة المواجهة شعبية قائمة. ضد الاحتلال، معركة انتخابات ضد الاحتلال. هذا كلام هو المواجهة حصلت. تم اعتقال مرشحي حركة فتح، منعت لجنة الانتخابات المركزية من الذهاب لتحديد المواقع، منعت إجراء أي جهود لعمل شيء في القدس الشرقية. يجب أن يعلم المواطن العربي تماما أن مؤامرة القرن وهنالك من يساهم بها على الساحة العربية، وللأسف الشديد هنالك من يقول اجروا الانتخابات دون القدس ونتكلم عنها لاحقا. التنازل عن القدس هذا ما رفضناه في كامب ديفيد قبل 20 عاما، هذا ما رفضه الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية عندما قلنا لا لصفقة القرن، ونحن الوحيدين الذين تجرأنا على القول لا لصفقة القرن. القدس فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية، نحن دافعنا عنها بأرواحنا ودافعنا عنها بمواقفنا الثابتة، وتعرضنا لعقوبات، والعقوبات لا زالت مستمرة حتى الآن، العقوبات الأمريكية وبعض العقوبات العربية. ونتيجة لذلك ورغم ذلك نحن نقول نحن حقنا في القدس، لن نتنازل عن صفقة القرن. من يريد أن يساهم في انتخابات دون القدس يكون قد بدأ في سواء عن علم أو عن جهل. وللأسف الشديد هنالك من وقع في سياسة التضليل، وهنالك أجندات إقليمية، وهنالك أجندات دولية، وهنالك أجندات مشبوهة على الساحة الفلسطينية. لكن الموقف الثابت الوطني الفلسطيني الدائم، القرار الوطني الفلسطيني المستقل، نحن من نقرر الانتخابات، ونحن من نؤجل الانتخابات، نحن من نقول لا للأمريكان والإسرائيليين، ونحن من نقول الكلمة الأولى والأخيرة. وعلى الجميع أن يعلم تماما أن معركة القدس هي أحد أهم الثوابت الفلسطينية. معركة الانتخابات في الحقيقة سيد أبو رديني، الانتخابات يعني الانتخابات صحيح، الانتخابات ولكن أصحاب هذا اسمح. الرأي، أصحاب هذا الرأي معلش سيد أبو رديني، يعني يستشهدون بمعركة البوابات، بالمعركة الأخيرة التي خاضها أيضا المقدسيون مع الاحتلال. يعني ألا يمكن أن تكون فعلا هذه شواهد يعني على فرض الإرادة الفلسطينية؟ بالضبط هذا هو الاشتباك مع الاحتلال. اسمح لي أن أقول لك 3 أمور صغيرة وسريعة. الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي مستمر، حاولت لجنة الانتخابات أن تذهب إلى القدس ولم يسمح لها، حاول مرشحو فتح أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا ولم يسمح لهم. المظاهرات والاشتباك مع الجانب الإسرائيلي استمر ومستمر، وحتى هذه اللحظة نحن في حالة مواجهة واشتباك مع إسرائيل في كل المحافل سواء في القدس أو في العالم أو على الساحات الدولية. ونحن نقول وباستمرار القدس هي أحد أهم الثوابت الفلسطينية، هي أقدسها وأهمها، وبالتالي لن نسمح ولن نقبل بإجراء انتخابات دون القدس، لأن ذلك كما قلت عدة مرات الليلة أن التنازل عن القدس يعني تنازل عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، هو خضوع لإسرائيل وخضوع للجانب الأمريكي. أريد أن أقول لك شيئا من التاريخ،
عندما فشلت مفاوضات كامب ديفيد قبل 20 عاما بحضور الزعيم الواحد ياسر عرفات، كانت مشكلة القدس. طلب منا تأجيل الحديث عن موضوع القدس، وللأسف الشديد وقفنا لوحدنا تماما كما وقفنا في كل معاركنا لوحدنا. هنالك من يقول لنا اقبلوا بما هو معروض في صفقة القرن، والقدس تأتي فيما بعد. لن نسمح بمرور هذه المؤامرة، هذه مؤامرة صهيونية غربية مستمرة منذ 100 عام، أن يتنازل الشعب الفلسطيني عن حقه، وهذا لن يحصل ولن يتم. قلنا لا لترامب، وقلنا للولايات المتحدة، وقطعنا علاقتنا بالولايات المتحدة، ولم يجرؤ أحد أن يقول لا لترامب في عزه، ولم يجرؤ أحد أن يقطع علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية. وصمدنا، وسقطت صفقة القرن، وسقطت ورشة البحرين، وسقطت كل المحاولات، وبقي القرار الفلسطيني الوطني المستقل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة. طيب لنعود إلى التاريخ أيضا سيد نبيل أبو رديم. الآن الرئيس عباس قال بأنه سيقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حماس، وهذا يعيدنا إلى التفكير بما حصل في عام 2006، وبالتالي هل تتحمل السلطة الفلسطينية الآن أي تبعات إقليمية ودولية لمثل هذا القرار؟ يعني أولا كما قال الرئيس قبل قليل على الهواء، نحن جاهزون لحكومة وحدة وطنية حفاظا على وحدة الموقف الفلسطيني، وبالرغم من ذلك لم نحصل على جواب من أحد حتى هذه اللحظة، لكن المساعي سوف تبقى مستمرة. نحن لا يهمنا ماذا يقول العالم، العالم خاضع للإدارة الأمريكية وخاضع للابتزازات الإسرائيلية. نحن لدينا القدرة والجرأة على أن نقول لا للولايات المتحدة ولإسرائيل. هنالك ثوابت وطنية، أهم وأقدس هذه الثوابت هي موضوع القدس، والأهم من القدس كمدينة هي مقدساتها، فيها المسجد الأقصى، فيها كنيسة القيامة. لن ليس هنالك مسلم أو مسيحي يمكن أن يتنازل عن دينه أو عن تراثه أو عن تاريخه أو عن نضالات شعبه. الارتدادات الدولية ستكون واضحة تماما، إما أن يقفوا مع الحق الفلسطيني كما فعلت هيومن رايتس ووتش قبل عدة أيام، كما فعلت أوروبا كما أبلغتنا وأبلغت الموفد الفلسطيني إلى أوروبا. نحن محرجون، الجانب الإسرائيلي لم يعد يرد على طلباتنا ولا على مراسلاتنا. هذا كله جزء من النضال الدائم والمستمر. شكرا جزيلا لك سيد نبيل أبو ردين، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية.